تفضل يا هلا نبادل كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة عطا حياتك 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 عيشها بس بالمعاني وروحك الزهى والعمر فاني تفاءل وابتسم عالم الله قسم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد سواليف وقصيد والمنافع وصوت عالي يطرب كل سامع تفضل يا هلا نبادل كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة عطا حياتك 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 عيشها بس بالمعاني وروحك الزهى والعمر فاني تفاءل وابتسم عالم الله قسم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد سواليف وقصيد والمنافع وصوت عالي بيطرب كل سامع تفضل يا هلا نبادل كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة عطا حياتك 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 عيشها بس بالمعاني وروحك الزهى والعمر فاني تفاءل وابتسم عالم الله قسم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد سواليف وقصيد والمنافع وصوت عالي بيطرب كل سامع تفضل يا هلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شلونكم يا رجال ما شاء الله يلا حيهم كيف الحال عساكم الشيخ طيبين ناصر بن علي القطامي يلا حيهم شلونكم شلونك نواف بن منصور والله ونعم يا هلا بنواف ما شاء الله الشيخ سعد الصنعاوي هلا حبيبي عرفي بن ناحي ولا حسابك عساك طيب سلم عليكم لكن ما شاء الله والنعم عادل الطيري والنعم محمد الناحي والله ونعم يا هلا ابو محمد شلونك الله يسلمك يا مرحبا يا شيخ عباس حربي والله ونعم يا هلا يا ابنوي يا هلا ابو خوي خالد الروبي يا هلا يلا حيهم كيف الحال يلا حي زيد فضلكم مرحبا كيف الحال عساكم طيبين طيب شلونكم ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله ما شاء الله الله يبقيكم لا قوه الا بالله يا مرحبا بالشيخ يا مرحبا حياتي حياتي يا الله بعد ترتاح وروح ساعه تخلك قريب منه الله يحييك يا مرحبا ارتاح الله يرحمكم شلونكم طيبين استريح استريح الله يسلمك عساك بخير شلونكم يا شباب يلا حيهم كيف الحال عساكم بخير ما شاء الله وش هالطاقه الزينه الله يبارك ما شاء الله الله يبارك فيكم يحفظ سلام مرحبا حاتم شكرا هلا 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 والله ونعم ونعم عشت طيب ارحب يلا حي يا هلا بحاتم شلونك يلا حي هلا هلا والله حياتك الله يحييكم يا شباب جعلك تسلم جعل نفداك لا بالعكس تأخر أحد الزملاء في عذروه وافين بالعكس يجينا الهر قدام ضيوفك بأحسن لبس وأحسن شكل جعلك تسلم ما يجملكم إلا الطيب الله يطول عمرك وأنتم وافين ومجملين الله يبيض وجيهكم شكرا يا شباب إن شاء الله طيبين بشرنا عنكم كم لكم هنية ما شاء الله كم لكم بهذا الفترة كم لكم الفترة ما شاء الله ما طلعتوا ولا جيتوا ولا فيها إجازة كم يوم شهرين ما شاء الله شهرين وعودنا يعني في هالتسعين يوم بينهم شهرين طلعتوا ولا شلون اي نعم زين الصيفيه الصيفيه حقت برامج الواقع ولا ما عمرها صارت شيء اي والله غريبه هذه انا خبر بيت الواقع انه يجلسون الظاهر ما يطلعون ابدا صحيح صحيح هو كان طبعا لظرف طارئ فطلعوا شهرين ثم رجعوا الحمد لله لكن ما شاء الله رجعوا من حظكم هذا زين والله عاد اكثر نسخه تدلعت اقولها صادق لكن ان شاء الله نستاهل الله يقويك يلا الله وجيهم احنا ودنا كذا نستغل الوقت بوجود شيخنا وننطلق
ترى كان شيخ الدنيا حر ولا الوضع طيب؟ بالنسبة لي مناسب. مناسب؟ مناسب. أجل خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الليلة الجميلة الاستثنائية والحلقة الجميلة والممتعة، واللي حقيقة يعني اللي زادها جمال هو ضيفها حقيقة، وكذلك حتى تفاعل الناس معنا. قلنا الشيخ ناصر الله يسلمكم. أي والله كان تفاعل حقيقة أنه يسر الخاطر ويسعده، وحقيقة أنه حنا يعني نسعد أنه قد تكون يمكن أول زيارة للشيخ ناصر في قناة الواقع. نرحب جميعا بالشيخ ناصر بن علي القطامي. طبعا الشيخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة آيات الوقفية، ولا ودي أدخل ترى في التعريف أن الشيخ معروف، والمعروف لا يعرف. الله يعزكم. الله يحييك شيخ ناصر، يا مرحبا. الله يبقيك. حياك الله. ونرحب بشيخنا الجميل الشيخ سعد الصنعاوي. مرحبا ومسهلا فيك. الله يسعدك. نورت الله. بس نورك الله. الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا. حياكم الله يا شباب، كل واحد باسمه. احنا اليوم سكريب 89 ولا؟ يا سلام. احنا ان شاء الله اليوم ترى يا اخواني كنت معد محاور وشطولها، جاء الشيخ قال تكفى خله لقاء عفوي. اي والله ودي، فقلت ابد اليوم بيكون لقاء ودي وعفوي، وهو مختصر بيكون ان شاء الله يعني خلينا نتكلم عن توازن الحياة، يعني كيف أن الإنسان يكون متوازن في حياته بشكل عام، سواء في جانبه خلنا نقول الشرعي أو الحياة بشكل عام. ما ودي نخصص شيء ونخلي شيء. صحيح. لكن ودنا بعد نوجه رسالة للمشاهدين اللي يتابعونا الحين، ترى عندنا هاشتاج سكريب 89، أي سؤال للشيخ ترى أبد اليوم المجال مفتوح لكم ومنكم إليكم، وبنسمع إن شاء الله منكم، وكل شوي بنجعل الهاشتاج ونشقل عليه ونشوف إن كان في سؤال نسأله للشيخ. فابدا هذا والله الشيخ تراه منفتح معنا ويقول خلي الوضع اريحي جدا، ولا عاده احنا نكون احنا والشيخ في محاور الضيوف السابقين، ويمكن تويتر نهملها شوي، لكن احنا اليوم لا والله بيكون لقاء ان شاء الله ودي ومفتوح. حقيقه الشيخ ناصر كذا كبدايه ودنا اليوم كلنا دائما نسمع مقاطعك ونستمتع فيها، وبعضهم يقول ودي اصلي مع الشيخ، خلنا اليوم الشيخ نسمع صوتك واحنا قريبين منك. الله يكرمك يا ابو والله، وانا سعيد والله اول شيء بشوفتكم وشوفه الاخوان. الله يحييك. يعني هذه فرصه الحقيقه جميله ان الواحد يلتقي بالناس اللي يحبهم ويمكن يعرفهم عن بعد، واليوم الاعلام فرصه، يعني هو وسيله وليست غايه، الظهور في الاعلام ليست غايه وانما هي وسيله. بس يا حبيبي شكرا، جزاك الله خير، طيب الله فالك وقلبك عشان القراءه. ها تتعب القراءه. لا تتعب الصدر. ف يعني اكرر الشكر مره ثانيه ابو غلا، ولك وللاخوان جميعا واداره القناه، واسال الله يا رب يجعل هالمجلس مجلس مبارك. امين. واحنا بنعتمد فيه العفويه والبساطه والسوالف، لان اليوم في ضيافتكم وبنشوف عاد وش تعطونا وش نعطيكم. يا سلام يا سلام. طيب فاذا حبيتوا نبدا كذا بتلاوه قصيره نستفتح فيها المجلس. يا سلام يا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم وإياكم يا رب العالمين. قبل ما أنطلق مع شيخنا في محاورنا اليوم ونقاشنا